السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا اوجه تحيه شكر وتقدير لاخواني في اداره شؤون البيئه والاقتصاد الجوي في الامانه العامه للجمهوريه العربيه على تواكبهم لهذه الاحداث العالميه التي ان شاء الله يعني تتخذ فيها عده خطوات ايجابيه للمستفيد منها الدول العربيه. كما اوجه تحيه شكر وتقدير للامين العام للاتحاد العربي لتنميه السلامه الدكتور اشرف عبد العزيز على اهتمامه وتسابقه المستمر في المشاركه في هذه المواضيع المهمه، فلهم كل التقدير والشكر. كذلك اوجه تحيه لاخواننا المشاركين بناحيه المشاركه والنقاشات البلاغه. اليوم المجال الموضوع يخص التلوث البلاستيكي وهو هاجس عالمي. طرحت عده نقاط ووضعتها على شكل الاوتلاين الموجود في البرزنتيشنز. طرحت اول شيء على الحقائق الموجوده في البيئه البلاستيكيه، بعدين ما هي خطورتها وتاثيرها بشكل عام، وايضا بعدين لازم نعرف ما هي انواع المواد البلاستيكيه، ما هو اللي ممكن يعني نستفيد منه وما النوع الذي قد يكون خطر يجب ان نتجنبه، وبعدها راح ناخذ فكره بسيطه ان كيف تتعامل الدول العربيه بالمقارنه مع الدول العربيه في هذا الشان. ونقطه الاخيره مهمه جدا اعتقد ان الكثير يعني تطرق لها، وكيفيه تقليل المخاطر من هذه البلاستيكيه. ممكن ننتقل للشريحه الاخرى. يعني الحقائق جدا مؤلمه بخصوص المنتجات البلاستيكيه، ذكروها الاخوان قبلي. تراكمت الان المنتجات البلاستيكيه منذ سنوات طويله، يعني منذ النهضه الصناعيه من الستينات القرن الماضي. الان العالم متوقع انها زادت عن 10 مليارات طن من البلاستيك الموجود في كوكبنا الارض، وان هذه التراكمات اكثر من 60% منها موجوده في البيئه بشكل مباشر، ولها تاثيرات مثل ما ذكرت الدكتوره نهى ان الكائنات البحريه تضررت وغيرها من وايضا الزراعه، فهذه كلها تراكمات جعلت ان هذه الخطوره يجب ان احنا نتفاداها. ايضا المشكله ايضا ليس فقط ان الدول يعني تعاني من البلاستيك التي تستخدمها، هناك دول اخرى اصبحت يعني تستقل بضعف الدول الاخرى وتصدر لها هذه النباتات البلاستيكيه، وهذا شيء مهم يجب ان يعني نركز فيه ان لا تتضرر الدول العربيه من هذا الجانب. هناك دول مثل المانيا وبلجيكا وفرنسا هذه قاعد تحمل هم اكبر عندما تصدر هذه النفايات الى دول اخرى، ايضا هذه الدول تعاني من البلاستيك الموجود من النفايات. النقطة الأخيرة أن الآن النفايات البلاستيكية يعني وصلت إلى كميات نتوقع من خلال 2060 تزيد إلى 3 أضعاف، فيجب أن يكون هناك خطوات جادة لنقلل من هذه الكميات. ما هي خطورتها؟ خطورتها مثل ما ذكرنا ممكن يعني اركز على 3 نقاط. الاولى انها الكثير منها صعب ان يكون لها معالجه واعاده تدوير. راح نشوف ما هي الانواع بعد شوي التي ممكن يكون لها اعاده تدوير، وما هي الانواع التي يصعب على الاقل اعاده تدوير تعتبر عائق لكثير من الدول. السبب الثاني ان عاده النفايات التي نتعامل معها بشكل عام في العالم اما النفايات يكون لها اعاده تدوير والمعالجه واستخراج مواد خام منها، او ان ادخلها في عمليه حرق وانتاج الطاقه. البلاستيك يصعب على يعني يصعب ان يكون كل انواعه ممكن ان يكون لها اعاده تدوير، وايضا يصعب ان يمكن ان يتعرض للحرق لان راح يكون لها تاثيرات اكبر. فبالتالي يعتبر هذا سبب ثاني يجعلنا نحن نركز على الصناعات البلاستيكيه. السبب الثالث ان كثير منها لو ترك بالطبيعه والبيئه يحتاج الى مئات السنين حتى يتحلل، وهذا يعتبر 3 اسباب يعني تجبرنا او يعني كافيه ان تجعلنا ناخذ خطوات بناء. نروح للشريحه اللي بعدها. احنا نعرف ان البلاستيك عباره عن 7 انواع تقريبا. ال3 انواع المذكوره الاولى هذه يعني تكون شائعه وممكن يعمل لها اعاده تدوير. والثلاثه اللي بعديها يعتبر من البلاستيك الذي يحتاج الى امكانيات كبيره وصناعات كثيره وصعوبه في اعاده تدويرها. فالسؤال هنا اين هيئه المواصفات في تحديد هذه البلاستيك؟
ممكن نحاول نشجع المصانع التي تصنع هذه المنتجات ان تركز مثلا على هذه البلاستيك. قد يكون هنا وبالتالي طبعا نحد المسار الى تشجيع هذه الصناعات ان تركز على هذه البلاستيك. راح يظل معانا بعض المنتجات التي لا تصنع الا بهذا البلاستيك، وبالتالي احنا قاعدين نسوي الريديوس مثل ما ذكر الدكتور صلاح مع الوزير السابق انه ممكن احنا نركز كخطوه اولى في هيئه المصرات. نروح اللي بعديها. الشريحه اللي بعديها. هذه الشريحة مهمة جدا توضح تعامل الأقاليم العالمية في كيفية التعامل مع الغيار. نلاحظ أن اللون البرتقالي يعبر عن كمية النفايات التي لا يهتم لها أو مهملة ولا يتم لها أي إضافة. فبالتالي نلاحظ الأقاليم والدول التي فيها اللون البرتقالي أقل، هذه معناته أن هذه الدول تميزت في إدارة النفايات. اللون الفحل القامح يعني هذا اللون يعبر عن استخدام هذه النفايات في المواد. اللون اللي بعديه بنفسجي فاتح هذا التي استخدمت هذه النفايات في عمليه الحرب لانتاج الطاقه. اللون الاخضر التي يعبر عن كميه النفايات البلاستيك التي عمل لها اعاده تنظيف. الاقليم الشرق الاوسط هو موجود في المنتصف، عبارة عن أكثر من 40% من هذه النفايات البلاستيكية مهملة بشكل عشوائي في البيئة، وأكثر من 40% تؤخذ مباشرة إلى المواد وتخلط في كميات المواد القوارب أيضاً، يعطيها خطورة من ناحية تضايق هذه الشائبات، وأيضاً عملية فقط الأقل من 10% التي نتعامل معها في عملية الحرب وإعادة التنظيف. فبالتالي يعتبر هذا التعامل جدا سيء. نحاول ان نركز في عمليه التعامل مع هذه النفايات، وهذه النفايات ممكن نحولها من كبوه الى ثروه، يعني نحاول اذا كان عندنا برنامج وطني في عمليه اعاده التدوير. وهذه الخلاصه التي حاولنا اصلها في هذه الشريحه، انه يجب ان يكون عندنا برنامج متكامل يضع هدف. نحن نعلم اننا ما نستطيع ان نتخلص منها 100%، ولكن يجب ان يكون هناك هدف ان نتخلص عن كميه كبيره منها بنسب عاليه لتحول هذه النفايات بطريقه من كبوه الى فائده. فيجب ان يكون هناك سياسه للحد من الاثار البيئيه. النوع الثاني يجب ان يكون هناك حوافز للمصانع وايضا للمستهلك في حوافز في عمليه تشجيع ان يكون عندنا منتجات تصنع في بلاستيك القابل للمعالجة، وأيضا نشجع عن عملية التسويق في عملية هذه المنتجات. الهدف الثالث أنه يجب أن نعزز يعني فكرة المنتجات البلاستيكية التي يكون لها إعادة تدوير. النقطة الرابعة وهذه مهمة جدا هو وضع يعني إصدار قانون بما يسمى بالاكستندد بروديوسر ريسبونسبيلتي، اللي هو يجب ان يكون هناك مسؤوليه المصنع الممتده. هذه موجوده في كثير من الدول الاوروبيه التي يعني تهتم شعوبها. احنا نتمنى ان نصل الى مرحله ان الحكومات العربيه تهتم في هذا الجانب، ان السياسات العربيه تضع هذا القانون ان المصنع يهتم في البيئه وبالشؤون العربيه، بحيث ان يكون هناك مسؤوليه للاكستندد بروديوسر ريسبونسبيلتي. وهذا يقصد فيه ان المصنع عندما ينتج اي منتج يجب ان يضع معاه السايكل في عمليه كيفيه التعامل معاه في نهايه انتهاء من هذا المنتج. لما يضع هذا ويكون عليها قواعد معينه او اصول معينه، فهذا المصنع عندما يخلق سايكل معين الشركات الخارجيه ممكن تخلق شركات اعاده تدوير بناء على الحاجه لهذا المصنع اللي يكون عنده مسؤوليه الاكستندد بروديوسر. نحن الدول العربيه قد يكون عندنا الفاكتوريز قليله، عندنا ما عندنا مصانع كثيره، مصانع قليله، ولكن عندنا الديلرز اللي هو الوكيل او المسوق او كذا، فبالتالي ممكن نخلق احنا الاكستندد ديلر ريسبونسبيلتي. وهذا الديلر عندما يتبنى اي مشروع عالمي يجب يتبنى ان يكون هذا المشروع يكون فيها اقل خطوره البيئه، وبعد ما يقدمه للسوق المحلي يجب انه يبين للسوق المحلي ان هذا المنتج يجب ان يكون له دوره للتخلص منه. على سبيل المثال مصادر الطاقه المتجدده، نضرب مثال في
جمهورية مصر الحبيبة. عندنا محطة الدنبل، الدنبان هي عبارة عن محطات طاقة استخدمت يعني تنتج 1500 ميجا وات، قد تصل إلى 2000 ميجا وات. هذه المحطة تحتوي ما لا يقل عن 6 ملايين لوح شمسي كهربائي. هذا اللوح الشمسي بعد 15 سنة ستتحول هذه الألواح الشمسية إلى المراتب. هل عندنا سايكل معين يفرض أن هذه المراتب تتحول؟ كثير من هذه المنتجات الأمر مطار الشمسية، الألواح الشمسية والكيبلات وغيرها تحتوي على هذا الغاز. فيكفي أن يكون في رؤية لا ننتظر حتى تمتلأ أرضنا في هذه المجموعات. وهذا على سبيل المثال. نحاول احنا ان نعزز هذه الفكره، ونتمنى ان شاء الله ان من خلال هذه الورشه ان يكون عندنا بعض التوصيات التي يعني تسير في المسار الايجابي الذي يجعلنا كدول نخلق اقتصاد ويخلق يعني ينعش اقتصاد المحلي لهذه الدول، ولا يعني يتسبب في ان نكون احنا يعني مكان تتراكم في هذه الحياه. يعطيكم العافيه وشكرا لكم.